الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ربا مضافا مضافا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقون الله ورسوله لعلكم ترحمون وصلوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر آمنين قد خلت من قبلكم سنكم فسروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وإن كنتم مؤمنين إن يمسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداوم بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين واليوم يسن الله الذين آمنوا ومهاك الكافرين هم حسبتم وتعذون الجنة ولما يعلم الله الذين جهد منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تأمنوا الموت ومن قبل تلقاه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي ورسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما هي كاذبون ولكن من فلم يدرهم الله شيئا وسيجزين الله والشاكرين وما كان لنفس ما تموت إلا بإذن الله كتابا مجانا ومن يريد ثواب والدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته من وسنجزي والشاكرين وكان النبي قد ومغرب كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وما كانوا قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فدمه على الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ولا الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فانتقلبوا خاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بل إن الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا ربا بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطانا ومن هو ظالم بئس موثى والظالمين ولقد صدقكم على الله إذا تحسونهم بإذنه إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وصيبة من بعض ما أراكم ما تهيب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم منهم ليبتليكم ولقد أبلاكم على الله فضل على المؤمنين إذ تسيدون ولا تنون على هادي الرسول يدكم في أهراركم فأصابكم كرما بكما منك الليل تحزنون ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم ولا الله خبير بما تأمنون ثم أنزل عليكم من وبعد القلب نبذات والنسى يكشى طائفة منكم وطائفة قد أهمهم وأنفسهم يظنون بنا غير الحق أذن جائنة يكون ألا من الأمر من شيء كن الأمر كنه لله يخفون في أنفسهم ما كانوا يبدون لكم يكون لو كان لنا من الأمر شيء وكتنا أمون وكان كنتم في بيوتهم يبرز الذين كتبوا عليهم الكتب من مداجهم وليبلغ الله ما في صدوركم وليميه سما في قلوبكم ولله عليم بذات الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله